1970، مرسيدس بجودة 280 SL، غير توماتيك هارد توب. اللون يا شباب لون بني، السيارة موجودة عندنا يعني ما تشيل هم. السيارة موجودة عند صفقة، فالسيارة للبيع غير توماتيك هارد توب موديل 1970، اللون بني، طبعا صبغ مجدد. يوجد بعض الملاحظات راح نوضحها يا اخوان. الداخلية لون اسود جلد. خلينا نوريكم خلفية السيارة اول. 280 SL يا شباب، ما شاء الله تبارك الله، السيارة جاهزة للشحن الى اي مينا. انتوا تبغوا تشوفوا شيء جميل، راح نوريكم شيء جميل، اشياء جميلة، شايف كيف؟ طبعا نوريكم الداخلية الان، ما شاء الله تبارك الله. هنا داخلية السيارة، هذه داخلية السيارة، شفتوا شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. جير اوتوماتيك، كتيبات موجودة. طبعا الكاب هذا مو مع السيارة، هذا تبعنا، بس اللي بيشتري انا اعطيه هدية عادي. الممشى في العداد يا شباب 92,000 ميل. هذه السيارة بالكامل.